هلا وصلنا للخطة المالية، اوكي كمل. الخطة المالية هو ديك الفكرة دي ان انا مثلا عندي واحد المبلغ مالي معين، مثلا نقولوا عندي 10000 درهم، كيفاش نقدر هذه 10000 درهم نسير بها البروجي ديالي الى غاية ما انه يبدا يدخل لي الفلوس، يضر عليا المداخل او الارباح. يعني المشكلة فاش كيتيح الدراري هو انه كتكون عنده 10000 درهم 20000 درهم، ذاك المبلغ اللي كما بغى يكون باش بغى يبدا كيخسروا كامل، كينفيستيه كامل، ولكن هو مازال ما وصل ذاك لو بوان ديال انه يرجع يدخل له الفلوس وراس المال سالها. بحال قلت شي واحد دار عنده يترود المازوت دارها في الطوموبيل، مازال ما وصلش البلاصه ديالو سال عليه ذاك يترود المازوت. وهذا هو المشكل الكبير ديال الاخوان، لان باش دير بيزنس بصفه عامه سواء في التجاره الالكترونيه سواء في اي حاجه، خصك ماشي غير تكون مسوق واعر ولا غير تعرف انك تجيب برودوي ولا دير التجاره راه غتنجح، لا خصك تفهم البيزنس بالقواعد ديالو بصفه عامه. داكشي اللي كيدير محمد مول الحانوت وكيديروا عبد الله مول الدروغري وكيديروا اي انسان وحسن الخضار، هو نورمالمون هو نورمالمون خصو يديروه هو. يعني انت عندك 10000 درهم خصك تقسمها كمراحل، شنو خاصني على حسب البيزنس ديالك. مثلا انا راح احتاج واحد 10% في التيست، 20% في البرودوي، 30% في الاعلانات، 40% مثلا، هكذا. هذه هي الخطه الماليه بصفه عامه. وي انا عندي لك واحد السؤال، كيفاش نبداو مثلا نبداو في لي كوميرس من الزيرو؟ يعني انا مثلا ما عارفه والو على هذا الدومين، بغيت نبدا فيه، شنو غادي ندير؟ شنو المراحل اللي غنتبعها؟ دابا هو هذا السؤال ديالك اللي عطيتي ليا نقدر انا نسولك، لان صراحه شيء جميل ان يكون معايا واحد كيحاورني انه بغى يبدا، لان السؤال اللي كيطرح لي انا بزاف، عفوا كيطرح لي واحد السؤال بزاف اللي بشكل يومي كيوصلني اكثر من 100 200 ميساج في النهار في الدايركت. هو هذا تقريبا السؤال اللي كيتكرر، كيفاش غنبدا؟ هو ما كاينش شي حاجه اختي سميتها كيفاش غنبدا، وبحال قلتي ملي كتقول لي مثلا كيفاش غنبدا، بحال قلتي لي انا بغيت ندير قهوه، كيفاش غندير القهوه نديرها؟ ولا بغيتي تقول لي بغيت ندير محلابه، كيفاش غندير محلابه؟ دونك انت سولتيني السؤال ديالك هو كيفاش غنبدا، انا غنسولك شنو بغيتي تبداي؟ الا بغيت نبدا في الاي كوميرس، يعني شنو كتقصدي بالاي كوميرس؟ يعني دابا انت نفترض ماشي كان انت كمحاور بالنسبه لي، ولكن انت كتمثلي مثلا هنا الناس اللي كيتفرجوا فينا، بغيتي تبداي الاي كوميرس، شنو بغيتي ديري بالضبط؟ شنو هو الفيجن ديالك، الرؤيه ديالك، شنو بغيتي ديري بالضبط؟ يعني مثلا لي برودوي كيفاش غادي نسوقهم؟ باغ ما عرفتش مثلا السي او دي، فهمتي؟ انا فهمتك، راه دابا هاد الجواب الغير صح، يعني الجواب الغير كيفاش غنسميه، يعني ما قدر لا بليبا ما كيقدرش يجاوبك شنو بغيت ندير. ملي كيقول لي بغيت ندير تجاري كتقول لي شنو بغيتي دير، ما كيقدرش يجاوبك، لان نهار تكون عنده الفكره في راسو كامله مقبوله ما غاديش يطرح اصلا هذا السؤال. ولكن نقدر نجاوبوا على هذا السؤال، اللي بغى يبدا هو السؤال الاول قبل كل شيء، خصو يعرف اش بغى يدير. يعني ملي كنقول لك اختي فرح شنو بغيتي تبيعي، تقدر تجاوبي على السؤال؟ ها؟ لا انا ما عرفتش ولكن سينو ما غادي تكون، يعني اي واحد بغى يبدا حاط في راسو دي برودوي ولا شي حاجه اللي غادي يخدم بها. دابا راه هذا هو المشكل، راه انا فهمتك، انا دابا راه فهمتك، ولكن راه هذا هو المشكل. لان المشكل فين كاين؟ هو انني انا ملي كنبغي ندير التجاره الالكترونيه، يعني انا واللوبجيكتيف ديالي واش ندير التجاره ولا نبيع البرودوي فلان فلاني، ديجا مسميه دماغي، راه فرق كبير اختي، راه هذا هو المشكل. واش وصلت الفكره ولا لا؟ يعني الناس اللي كيجي يقول لك خويا محمد، خويا فلان، خويا علان، بغيت ندير التجاره الالكترونيه، واش بغى يدير التجاره الالكترونيه كتجاره ولا بغى يبيع برودوي معين؟ تقول لي فين هو الفرق؟ راه هي لا ماشي هي، لان ملي كنقول لك بغيت ندير التجاره الالكترونيه، يعني انا بغيت ندير انا كوميرسيال غنبيع اي حاجه جبتيه لي، تقول لي جيب الحجر نبيعه، هذا غنجاوب كيفاش غديري. ولكن لا بليبار الناس كيقول لك بغيت ندير الكترونيه، بغيت نبيع البرودوي ديال الوالد، محتاج شي واحد عنده تعاونيه ولا شي واحد عندهم شي برودوي كيصنعوه، هنا كيولي هو محتم عليه يبيع برودوي معين. هنا فين كنقول لك راه
الناس خص يكون واضح مع راسه ملي كيجالس مع راسه بغيت ندير بيزنس اونلاين ولا بيزنس الكترونيه خص يعرف هو اول قبل كل شيء شي حوايج هو اللي خص يجاوب عليهم. ملي انت بغيت تبيع برودوي هذاك هضره، ولكن ملي انت بغيت تبيعي اي برودوي كما قلتي لي مزيان بغيتي ديري واحد الموقع تبيعي برودويات اوكي. هنا هنا اول حاجه خص تفكر بها هو فين بغيتي تبيعي. الا ما حطيتيش او ما جاوبتيش على هذا السؤال ديال فين بغيت نبيع، راه داك الشيء كامل ديك الخطط كامل اللي كتحطيه بحال كتكب الماء في الرمله. لان انا ملي كنقول لك بيدي التجاره ساهل داك الشيء، راه غدا غديري موقع غتدخلي شوبيفاي غتدخلي اليوكان غتدخلي اي ستور غديري ستور ما عندك حتى شي مشكل، وخلال دقائق انت عندك المحل ديالك اللي هو الموقع. فين بغيتي تبيعي؟ تبيعي في المغرب، تبيعي في الجزائر، تبيعي في الخليج، فين بغيتي تبيعي؟ ملي كتجاوب على هذا الجواب راه مجموعه من 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 تساؤلات جديده غيطيحوا لك. بحال دابا كتسليكسيوني الكانتري، ملي كتسليكسيوني الكانتري كيطيحوا عليك دي زوبسيون اخرين مدن مثلا. هكا الفكره، يعني ملي كتقول لي بغيت نبيع في المغرب نقول لك اوكي دونك المغرب هنا اول قبل كل شيء خاصك منتجات مغربيه وخاصك منتجات كتمشى مع الثقافه المغربيه الاستهلاكيه. ما يمكنش تبيع مثلا ثلاجه في الاسكيمو او تبيع مثلا الشوفاج في غينيا مثلا. يعني كاين امور ثقافيه، امور ديال المجتمع، الخصوصيه الثقافيه الاجتماعيه ديال المواطنين اللي بغيت تبيع، وكاين القدره الشرائيه، وكاين يعني كاين حوايج بزاف الناس كيتغفلوهم كيقول لك لا راه فشلت، راه سي نورمال غادي غادي تفشل وانت ما كديرش هذا الشيء بعين الاعتبار. دونك اول سؤال هو فين بغيت تبيع؟ اوكي اون فوا كتجاوب على فين بغيت تبيع كيكون عندك مجموعه من النقاط خص تنوطيهم. غنبيع مثلا في الامارات، اوكي الامارات كتمتاز مثلا نحيدوا الامارات نقولوا المغرب، بغيت نبيع في المغرب، القدره الشرائيه ديال المغاربه متوسطه. في الانترنت البرودويات اللي كيتباع ما بين 300 درهم 400 درهم، ما يمكنش نبيع ب 5000 درهم 600 6000 درهم البرودوي. ثانيا غنجي الاساسيات، المغاربه البليبار ديالهم كيشري المواد الاساسيه، وهنا غتجي عاوتاني الخصوصيه الثقافيه والزمان تا هو البرودوي اللي كيتباعوا في رمضان ماشي هما اللي غيتباعوا في العيد الكبير، ماشي هما اللي كيتباعوا في الصيف، ماشي هما اللي كيتباعوا في الشتوى. يعني الانسان خصو باش يدير البيزنس خصو يفهم البيزنس، هذا هو المشكل. كلشي بغى يدير البيزنس ولكن ما كاينش فيه داك السيد اللي كيجي كيدير القهوه. علاش كيدير القهوه؟ لانه كيفهم في الدومين ديال القهوه. كتلقى واحد السيد مثلا كنقولوا الحاج الحسين، هذا الحاج الحسين كيدير غير القهوي، كيجي كيحل القهوه في السيكتور هنا، في السيكتور ا، في السيكتور بي كيحل. دابا كتسمع عمر تسالتو راسك علاش هو ما مشي يحل مصبانه، يحل محلابه، يحل مخبزه؟ لا، لانه هو كيفهم في داكشي. يعني هذاك هذه هي داكشي اللي بغيت نقول، هذه اللي بغيت نوصل اللي بغيت نوصل لك. دونك اول حاجه بغيت ندير بيزنس في الانترنت، تري بيان، هذه ما فيها اشكال. او ثاني سؤال هو فين بغيت نبيع؟ اون فوا كتجاوب على فين بغيت نبيع راه مجموعه من التساؤلات كيطرحوا. فين بغيت نبيع؟ غتعرف كما قلت لك الخصوصيه الثقافيه الاجتماعيه، الزمن حتى هو كيلعب، يعني واش انا في الصيف ولا في الشتاء ولا في رمضان. دونك هنا هادشي كامل الى انا زدت كيطلعوا لك لي برودويات. مثلا حنا في رمضان شنو غتباع في رمضان في نظرك؟ انا نسولك شنو غتبيعي في رمضان؟ في المغرب جو بونس لي برودوي ديال شباكيه وسليل مثلا نبيعوا الدراعيات ديال الرجال، فوقيات، نبيعوا اي حاجه لها خصوصيه ديال رمضان. اوكي انت لقيتي برودوي غتجي واحد لقيتي برودوي هنا خصك فورنيسور هاد السلعه منين غتجيبيها؟ يعني انا السلعه منين غنجيبها؟ عند من غنشريها؟ لقيتو هاد السيد اللي من عندها نشريه واش غيبيع؟ خصني كل مره نجيب عنده واش غيعطي لي ستوك؟ واش هادشي اللي قبيله هو امور راه ما يمكنش يجاوب عليهم اي واحد خبير في الالكترونيه، لانها امور كتعلق بك. راه انا ممكن نمشي نجيب السلعه بلا ما نخلصها، غتمشي انت يقول لك مول الجمله حطي فلوس دابا مثلا. يعني كل واحد وكل واحد بحال قلتي والتوليفه ديال البيزنس ديالو. دونك قلنا كتقاد ستور كنعرفوا فين، ثانيا كنعرفوا فين فين غنبيعوا، ثالثا كنعرفوا اش غنبيعوا انطلاقا من الدوله اللي اختارينا ومن الوقت الزمني او الظرفيه الزمنيه فاش غنبيع. كما قلت لك الصيف ماشي هو الشتاء، الشتاء ماشي هو رمضان الى اخره. كنلقى برودوي
خصني نلقى لي فورنيسور نعرف التسعيره ديالو بشحال كيتباع جمله. هنا خصني عاوتاني انا نحط التسعيره باش غنبيعو. شاري ب 100 درهم شحال غنبيعو؟ ماشي من دماغك. كيقول لك واحد انا شريته ب 100 درهم غنبيعو ب 200 درهم، كتقول لي كيفاش تدي. نعم ما يمكنش داكشي على حسب مثلا السوق شنو داير. نعم لا لا قلت لك ما يمكنش تبيعو بالثمن اللي بغيتي انت، داكشي على حسب شنو كاين في السوق ولا فهمتي. لا لا دابا هذا هو عاوتاني الفرق بين التجاره الالكترونيه، كنشكرك على هذه النقطه. هذا هو الفرق بين التجاره الالكترونيه والتجاره الواقعيه او الاوفلاين. التجاره على ارض الواقع، هذا واقع ملي كتلقى واحد كيبيع، ملي كنمشيو للسوق كنلقى واحد كيبيع مثلا شي صباط ب 100 درهم، وانت عندك انت محل في نفس المدينه او في نفس لونتوغاج ما يمكنش دير ليه 600 درهم. علاش؟ علاش؟ لان انا ملي كنمشي نشري صباط كندخل عند المحل، هذه قاعده في المغاربه، كندخل المحل الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس عاد كنشري. دونك يعني داك السلوك ديال الشراء ديال الزبون كيتحكم فيه بزاف، انه كيكومباري كيكومباري لا 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 كيكومباري المواقع. بحال ملي كتلقى كيبغيو يديروا في فلان تيغري الطياره كيدخل مثلا سكاي نسيت لي سميتو واحد السيت كيعطيك كيقول لك اودي هاد البيه غتلقاها عند الشركه فلان فلانيه بهذا الثمن، بحال ديال لي زوطيل اللي كيديروا لا كومباريزون ديال لي بخي بحال هكاك. ولكن ملي كندخلوا للتجاره في الانترنيت انا خصني صباط، كندخل كنكتب صباط ولا كنسكرولي هكا في فيسبوك كيطلع لي صباط، راه ما عندي فين ندير لا كومباريزون. هنا يا اما البرودوي والثمن عاجبني غندوز لاشا، يا اما ما عاجبنيش وما مقتنع في الثمن غندوز. يعني هذه القضيه ديال التسعيره على اساس التسعيره على اساس سميتو التسعيره على اساس المنافسين وعلى حسب السوق غلطه في الانترنت. انا نعطيك غير اكزومبل باش تفهمي هذه القضيه. غتدخلي دابا لعلي بابا ولا علي اكسبريس غتلقاي برودوي كيدير 10 دراهم مغربيه. خذي سميتو دابا دابا كنقولها للناس كامل اللي دابا كيتفرجوا فينا، سير لعلي بابا خذ اي برودوي بان لك تما ب 10 دراهم 20 درهم برودوي كيما بغا يكون يكون. سير كوبي السميه ديالو وقلب عليه في جوجل غتلقى انه مواقع كيبيعوه بالثمن مضروب في 10 و20 و30. واحد السيد واحد المره كبير فلاج قال لي اخويا محمد واش دابا نتوما كتبيعوا هذا البرودوي بهذا الثمن؟ قال لي واش الناس ما شافوش في علي بابا؟ كنقول لي راه الناس كامل ماشي بحالك انت كيقلبوا في علي بابا، لانك انت اكسبير كدير لا كومباريزون، ولكن راه المستهلك العادي ملي كيبغي يشري راه ما كيديرش هذا الشيء، كتلقى كاع ما عرفنا هو علي بابا ولا علي اكسبريس ولا واخا كاع يعرفوا. دونك انك تكومباري لي بري او تحتي لي بري ابارتيغ ديال واحد لا كومباريزون مع الماركت مع السوق اش فيه، هذه غلطه في الانترنت ما صحيحاش ابدا. انا كنعرف ناس كيبيعوا نفس البرودوي واحد غيبيعوا ب 200 درهم وواحد يبيعوا ب 600 درهم. اظن هذه الفكره وصلت. يعني قلنا الاولانيه كتقاد ديستور، الثانيه كتعرفي فين بغيتي تبيعي، فين بغيتي تبيعي غادي يحيلك على الخصوصيه الثقافيه والزمانيه ديال البرودوي. غتلقاي برودوي بناء على ديك الدوله كما قلت لك، ما يمكنش نبيع الثلاجه في اسكيمو، ما يمكنش نبيع مثلا شي شوفاج في غينيا ولا في الدول اللي فيهم الحراره مثلا. كيكون عندي برودوي كنشوف الجمايليه ديالو كنشوف شحال داير عاد كندوز بشحال غنبيعو. لقيتو ب 10 درهم شحال غنبيعو راه ماشي بدماغي. كيف دماغي هذه عاطيني داخله في الخطه الماليه، الخطه الماليه كتقول لي اودي راه عندك دي شارج اللي ما كيشوفهمش لواحد اخر. راه ملي غتاخذ هذا البرودوي بدرهم مثلا راه عندك الاعلانات ماركتينغ، عندك التخزين. انا شفت واحد توضيح عنده فواحد الكراج كاري مثلا، عندي الخدامه الناس عندي الموظفين تاعي اللي كيديروا الاعلانات اللي كيكونفورميو في التليفون لا كونفيرماسيون ديال الزوردر. عاد كاين شيبين كاين التوصيل والشحن للكليان. هادشي كامل شكون غيخلصو؟ هادشي كامل داخل في البرايسينغ او في التسعيره ديال المنتج. يعني ملي غنشري ب 10 درهم عندي لكم واحد حسبه هكا سريعه خفيفه، نقول لك غنشريته ب 10 درهم غيتقم على الاعلانات ديالو ب 10 درهم، غيتقم عليا الاوبريشن ديالو كامل العمليات كامل بحال التليفون بحال عيط لي كونفيرمي معاه ديرو في بواطا ديرو في شكوتش لصق ليه التيكيتا 10 درهم اخرى 30 درهم وغادي ليفري 30 درهم طلعت لي 60 درهم ويعني غنبيعو ب 100 درهم. هكا كتكون التسعيره ماشي على لا كومباريزون ديال الماركت.
ابدا غلطه. هذا هو كيفاش كدير التجاره الالكترونيه بواحد الخلاصه بواحد العجاله اللي هي بسيطه اختي فرح. بلاتي نشوف شكون اللي عنده شي سؤال باقي حيت دازو بزاف ديال الاسئله. بغيت نسولك واش مازال ما كنفهمش في التجاره الالكترونيه والو، واش لي كوميرس واش هو السي او دي؟ لا بنتي ما لي كوميرس ماشي هو السعودي. الاي كوميرس، اي كوميرس هي التجاره الالكترونيه. اوكي سي او دي هو الكاش اون ديليفري، يعني واحد النوع فقط في التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه فيها بزاف ديال الانواع، وفيها اشهر نوعين شنو جوج اللي هو الدروب شيبينغ والسي او دي. شنو هو الدروب شيبينغ؟ الدروب شيبينغ هو انني مثلا كتدخلي واحد الموقع، مثلا كتدخلي الموقع اكس، كتلقاي صباط، كتشري صباط، كتخلصي بالكارطه ديالك، كتخلصي بالكارطه ديالك وكتخلصي دافونس، ومن عند يومين ثلاث ايام كيجيك الصباط ديالك لدارك. اوكي هذا هو النظام الاول في تونيا. كاين واحد النظام الثاني اللي هو سائد في المغرب، في الافريق، في شمال افريقيا، في الخليج العربي، في دول اسيا. الناس هنا ما كيخلصوش بالكارطه. اوكي يقول لك انا خويا ما غاديش نخلصك، انا هادشي اللي ما كنثقش فيه، حتى تجي لي سلعتي ونشدها في يديا ونعطيك فلوس. هذا هو السي او دي، هو الكاش اون ديليفري، الدفع عند الاستلام. راه بجوج بهم التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه هو انك تبيع في الانترنت، ولكن كيفاش كتبيع؟ كاين دروب شيبينغ او تخلص بالكارت دافونس، او يعني كاين تخلص دافونس وكاين تخلص ملي توصلك السلعه. وعاود ثاني راه هاد الجوج ما كنختاروهمش حيت في كانتنا كما قلت لك قبيله، حتى هذا النظام ديال الدفع ماشي انت اللي كتختاريه، كتختاري عاوتاني بناء على الدول فين بغيتي تبيعي. ملي كتقول لي بغيت نبيع في امريكا، ما كاينش السي او دي، ما كاينش الكاش اون ديليفري، ما كاينش الدفع عند الاستلام. ملي كنبيع في امريكا كاين الناس كيخلصوا بالكارطه، وما غتلقايش شركه الشحن في امريكا اللي غتعطيها البرودوي وتمشي تليفريه ليك وتجيب لك الفلوس، ما كايناش. وكعاوتاني ملي كنمشيو للمغرب قليل اللي غيخلص لك بالكارطه، الا كان الا كان موقع موثوق وموقع رسمي بحال ديال اتصالات، بحال ديال الضرائب، بحال ديال شي حاجه ونسبه اللي كتخلص فيه. اوكي سي او دي كيما هو الكاش اون ديليفري، هو الدفع عند الاستلام، وهو السائد والمشهور، وكيستحوذ على 95% ديال العمليات الشرائيه اللي كتوقع اونلاين في الدول العربيه، مثلا في شمال افريقيا، في الشرق الاوسط، دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي، في الشام، في العراق، الاردن، وفي اسيا، تايلاند، الهند، سريلانكا، الفلبين. هادو هما الدول اللي معروف عليهم هذا السعودي. واحد السؤال قال لك واش ممكن ندير البراند او التخصص في واحد الصنف من المنتوجات او لا نوع واحد من المنتوجات اللي يقدر ممكن تعاود السؤال عفاك؟ واش ممكن ندير براند او تخصص في واحد الصنف من المنتوجات او لا نوع واحد من المنتوجات اللي نقدر نبيعها؟ الا سمعت السؤال لكن مزيان قلتي ليا وقال لك واش ممكن نتخصص في واحد النوع ديال المنتجات. بطبيعه الحال ممكن، يعني دابا ما كاينش شي قانون غيقول لك لا ما تبيعش هذا البرودوي الا اذا كان برودوي ايليغال. يعني السؤال ديال الاخ ما فهمتوش. واش ممكن ندير براند؟ البراند واش ممكن البراند واش ممكن ندير براند؟ البراند يعني البراند هو علامه تجاريه، يعني بحال قال لي هذا ستيلو ديال مثلا ديال بيك، لا ماشي بيك، المهم ديال سيليو ولا شي هادشي. هذا ستيلو ديال هو بغى يقاد واحد ستيلو، واحد القلم الحبر غيسميه حسن، هذا براند، ماركه تجاريه ديالو، هو من حقه يديرها. ولكن باش نعرفوا البراند راه ما غطلعاش بالادز، باش نكونوا واقعيين. البراند الناس اللي كيديروا علامات تجاريه راه كيدخلوا في واحد السيكل دافيستيسمون ديال 5 سنين 6 سنين. يعني انت بحال قلتي هذاك الستيلو غتفرقوا فابور في الاول على عباد الله حتى يعرفوه، يعني من حقك وغديروا. ولكن راه البراند راه ماشي فاسيل، يعني ماشي غتقاد ستيلو هكا وغتحطو غتبيعو، لانك انت عندك منافسين في الماركت. مايمكنش دابا نعطيك مثال، مايمكنش تجي غدا تقول لي بغيت ندير واحد المشروب غازي كاينه في كوكولا، غديرو سميه مثلا ما عرفتش مثلا بيبسي، براند اخرى تسميها مثلا حسن فار اكزومبل. راه غدا غادي تجي عند بولحال وتقول لي راه عندي واحد المناضه سميتها حسن، ما غاديش ياخذها عندك. دونك الناس كيعرفوا كوكا وبيبسي وفانتا وهواء الى اخره. يعني باش انت تقدر
هاد المونوطات ديالك انت، هاد المشروب الغازي ديالك انت تعطيه المول الحانوت، خصك واحد التنازلات كبيره وكيديروها الشركات. الناس ديال الطبقات راه كيعرفوا هاد القضيه. ملي كيكون شي اتاي، نعطيكم مثال، كيكون اتاي اللي مشهور مثلا، كاين السباع السلطان هادي 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 هما اتاي المشهور. ملي كتجي شي واحد من تافره ودار لنا شي براند اخرى جديده ديال الاتاي، راه ملي كيمشي يوزعوا المول الحانوت كيقول لهم الحانوت حطوا تما ما عرفتش نخلصوا لي. الناس ما كيعرفوا اخويا انا ما شو قال لي غير تبع، يقول لي حطوا تما حطوا والسيمانه الجايه رجع. الا تباع راه مزيان، ما تباعش هكا شويه بشويه شويه بشويه. وكيمشي لي غرون سيرفاس كيكري مثلا، كيمشي لمرجان اسواق السلام، كيمشي للواجهات التجاريه الكبرى، كيقول لهم عافاكم نكري عندكم هذا السباس، داك القنت ديال اللي كتكون ما بين اش كيتسمى داك الشيء جنبها، كيقول لك نكري ليا كتكرا 12 مليون في الشهر، يعني مبالغ كبيره كيتكرا ديك البلاصه وكيتحط فيها داك البرودوي. يعني انت باش هذا اتاي ديالي يولي مشهور ومعروف راه خصني نحط فلوس صحيحه باش غير الناس يبيعوا. هكذا فهمت. بغيت نعرف واش انت متفق مع التعريف ديال التجاره انها هي واحد المنظومه تعتمد على ان المنتج اللي تيتصايب خصيصا باش يلبي واحد الحاجه ديال الزبون ولا يحل المشاكل ديالو. ممكن تعيد السؤال لو سمحت حيت كيتقطع الصوت ديالك مره. قال لك واش متفق مع التعريف ديال ان التجاره هي واحد المنظومه تعتمد على ان المنتج اللي تيتصايب خصيصا باش يلبي واحد الحاجه ديال الزبون ولا كيحل المشكل ديالو. لا 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 علاقه ما بين هذه وهذه. التجاره هي التجاره، التجاره هو عمليه بيع وشراء. اوكي هادشي اللي هضر عليه ديال واحد المنتج كيلبي الرغبات وكيلبي داكشي الخصائص اللي خصو الواحد، هذه متعلقه بالبرودوي، يعني هادو خصائص المنتج. ولكن التجاره هي انك تبيع وكتشري صافي، نقدر نرجع نصط ما يمكنش نعرفوها. كتسمعني؟ التجارة هي أنا تبيع وشري، هذه بخلاصة. داك الشيء ديال واش المنتوج فيه مجموعة من المواصفات اللي كتلبي الرغبة ديال الزبون، هذه مواصفات المنتوج. والمنتوج عنده مواصفات. المنتوج كاين منتجات ذات أهمية عالية، كاين منتجات ذات أهمية متوسطة، وكاين منتجات ديال لاكشري، يعني داك الشيء ديال فوق الشباعة كما كنقولوا بالعربية تعرفت. يعني انا نعطيك مثال، مثلا ملي كتقول لي الزيت والدقيق والخبز والنعناع واتاي والسكر، هادو منتجات اساسيه عند المغاربه، عند المغاربه حيت عرفتي هادشي كيتغير من دوله لدوله. هادو منتجات اساسيه، ما يمكنش تقع الواحد علاش غنشري السكر باينه. عاد كاين منتجات اللي هما ذات اهميه اقل، بحال الشوكولات، بحال دانون، بحال انواع ديال العطور. عاد كاين عاوتاني امور ديال لاكشري، ديال الرفاهيه، بحال السياحه، السفر، بحال المنتجات ديال البلاي ستيشن. يعني هادو دي كاتيجوري، وكندوزو من كاتيجوري لكاتيجوري على حسب القدره الشرائيه ديال العملاء او ديال الاودينس او الجمهور او الاستهداف اللي انا كنستهدفو. فهمتيني؟ ما يمكنش نمشي عند الناس يلا كيتخلصوا 3000 درهم في الشهر ونبغي نبيع لهم بلاي ستيشن. راه ما غنبيعهاش واخا تكون انت احسن مسوق في العالم، حيت هو راه ماشي كره، ولكن هو راه القدره الشرائيه ديالو ما كتسمحش يشري ذاك المنتج. او مثلا تمشي تبغي تشري شي واحد ديميلور الشعر وتبيعه لواحد الناس فقراء مثلا، هو السيد راه يجيب غير شامبون هو ويدوش به، راه قاضي الغرض. انت كتهضر لي على زيت الشعر فهمتي؟ كادو كماليات، وكماليات من كماليه لكماليه كنتقلوا عليها سا ديبون القدره الشرائيه ديال الاستهداف ديالك. الا انا كنتعامل مثلا مع الشريحه يعني الدخل ديالها في السميك حتى ل 5000 درهم، هذا غادي نناقش معاه غير الاساسيات. وملي كنشوف الناس اللي عندهم ما بين 5 كيتخلصوا 5000 درهم حتى 10000 درهم، ممكن نشوف معاهم شويه ديال الكماليات. وفوق 10000 درهم 20000 درهم هادو كنشوف معاهم اللاكشري، وكنشوف معاهم الرفاهيه، ممكن نبيع عليه بلاي، ممكن نبيع عليه مكانه ب 700 درهم 1000 درهم، ممكن نبيع عليه واحد العطر ب 1000 درهم.
ولكن ما يمكنش واحد كيتخلص 2000 درهم وتقول لي نبيع لك العيط 4000 درهم، راه ماشي لوجيك. وي انا عندي واحد السؤال اللي كل شيء اصلا كيسولو، هو يعني راس المال باش غتبدا مثلا في السي اودي؟ راس المال بشحال غتبدا؟ واش غتبدا ولا غتعلم؟ باش تعلم، باش تعلم ولا تبدا؟ باش تعلم. لان انا نقول لك واحد القضيه وقلت البارح في اللايف ديالو، قلت ديما كنقولوا دابا الناس باقي كي 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 كيخلطوا ما بين نبدا ولا نتعلم. نشرحها لك انا بالخشيبات. دابا انت بغيتي تولي كونطابله، اوكي، محاسبه، تري بيان، ملي غدا واش ممكن جا تقول لي محمد بشحال غادي ندير بيرو ديال لا كونطابيليتي؟ تقول لي انا خصني نقرا لا كونطابيليتي، تمشي لشي ايكول. وهنا راه كنتعلم، يعني غادي تجيب ديك 500 درهم ولا 400 درهم ما عرفتش شحال كيقرا، وكتعطيها لديك المدرسه ديال الكونطابيليتي كتقراي بها. هنا ما تهضرش على الارباح وما تهضرش على البيزنس، كتهضر على التعلم. نهار شدي الدبلوم هنا ممكن تقول لي محمد بشحال غنحل واحد البيرو كونطابيليتي. دابا الناس كيوقع لهم ما عمرو دار التجاره، ما عمرو خدم، ما عمرو دار حتى شي حاجه في حياته، هو سامع تفرج في سيمو لايف ولا تفرج فيا ولا تفرج في الدراري ولا اون جينيرال، سامع التجاره وصل فيها الفلوس وقال لك خويا بغيت ندير بيزنس شحال اونلاين شحال خاصني. راه كيما سواء عندك الفلوس، كيجيو عندي ناس قال لك انا عندي 100 مليون غير وري لي اش غندير، كنقول ليه لا سير تعلم. ماشي الفلوس اللي كيحددوا النجاح ديالك في هذا البيزنس، اولا خصك تعلم. يعني الا قلتي لي بشحال غنتعلم، اللي عندك كافي، اللي عندك كافي، عندك عرفتي عندك 100 درهم كافيه، عندك 500 درهم كافيه، عندك 100 مليون كافيه، يعني المبلغ اللي عندك باش تعلمي راه كافي. لان التعلم شنو هو؟ نعرف ندير سبور، نعرف نلقى دوله ناجحه، نعرف نلقى برودوي مشي. راه في راسك باش دير البيزنس اونلاين راه ما محتاج الفلوس، محتاج واحد الكفاءه محتاج واحد الكفاءه فكريه، واحد الكفاءه ديال التحليل، واحد ديال الاناليز تغنيك على الفلوس. نقول لك يجي واحد عنده غير الفلوس ولكن فراسو خاوي، غيمشي يقول لك انا غنبيع الصندالات، وكيجيب الصندالات ويحط السطور ويقاد وما كيتباعش ليه، لا حيدهم جيب الصباط وضاير فين. ولكن الناس اللي ذكيو واخا ما يكون عنده فلوس يقول لك فين غنبيع؟ غنبيع في الخليج. نعطي اكزومبل، فين في الخليج؟ غنبيع في الامارات. مزيان الامارات اش عزيز عليهم؟ عزيز عليهم مثلا، ودابا كاين الحظر الصحي وكاين رمضان، يعني لا بليبار الوقت ديالهم غيدوزوه في الدار وما كيخرجوش. دونك غنبيع لهم شي حاجه اللي تلهيهم، شي حاجه اللي يلعبوا بها، شي حاجه اللي يتعلموا بها الى اخره. هذا راه لقى برودوي ناجح بعقله. هذا الشيء كامل ما خسر عليه درهم. ولكن الانسان مثقف كيقرا، كتلقى الانسان كيقول لك اخويا بغيت نبيع في الامارات، بغيت نبيع في الخليج، كيجيني هذا السؤال 100 مره في النهار. كتقول له شنو كنسول شي واحد فيهم؟ اللي مره كنسول شي واحد نقول ليه اش كتعرف على الخليج كثقافه؟ يا عندهم بترول. قلت لي عندهم بترول دابا هادشي انت باش نفعك، يعني انت اش كتعرف عليهم؟ ما عمرو قرا ليكونومي ديالهم، ما عمرو قرا القدره الشرائيه. كتقول لي شنو القدره الشرائيه ديالهم؟ قال لك ما عرفتهاش. كتقول لي شحال هو الدخل ديال الفرد فيهم؟ قال لك ما عرفتوش. واش الفكره ديالي يعني راه مش ما بقاتش الفلوس هذه خويا، راه دابا كنقولها راه ما بقاتش الفلوس، راه بقات في هنا. وهذا باش يعمر في هاد لو مومون دابا حنا فاش عايشين الحمد لله كلشي جالس في دارو. دابا كتفرج فينا 830 واحد، يعني كلشي عنده الانترنيت. مادام عندك الانترنيت وعندك هذا المشقوف قدامك ما خاصك والو حاليا. النهار غتبدا غدز من فتره من مرحله التعلم الى مرحله التطبيق، هنا اجي نهضروا في الفلوس. وثق بيا نهار تكون الباكاج ديالك عامر ما غاتسولش الفلوس. انا عارف ناس بداو بمبالغ بسيطه جدا، ولكن بحكم الثقافه اللي عنده، بحكم المعارف اللي عنده، حيت ملي كتقرا كتفهم كتعرف الموردين. اعطيك غير اكزومبل، ملي كتبحث بزاف غتعرف الناس اللي كيبيعوا السلعه. من كثره ديال انك عرفتي واحد وجوج وثلاثه واربعه وسته وعشرة وعشرين، تقدر في ديك الحين غتيح في واحد غيعطيك السلعه فابور في الاول، مش فابور غيعطيها لك ويقول لك يلا سير تبيع. ولكن انت راه والو، انت غير دخلت لعلي بابا كتقلب على سوبلاير، طلع لك واحد شنو قال لك ها نبيع لك قدا وقدا في
خلص دافونس، هذا اكزامبل كنعطيك نقول لك. يعني شيبينغ ما كتخلصوش حتى كتليفري سلعه تقدر تشريها تقدر ما تشريها الارض الى اخره، يعني ما بقاش الفلوس اختي فرح، بقات في المستوى المعرفي ديال الناس، ماشي المستوى المعرفي بصفه عامه، المستوى المعرفي في البيزنس فقط، ماشي انا كنقول على شي كنهضر على شي، ولكن في البيزنس خص يكون عندك واحد الانسان فاهم هادشي كنقول. انا عارف الناس اللي كيدخلوا للمجال راه الا ما عندوش واحد المستوى معرفي ثقافي مينيمو راه ما غيتفروش، واخا يكون قاري واخا يكون عنده الدكتوراه، راه ما بقاش بالدكتوراه، كتبقى واحد خارج الساس وفاهم شنو هي التجاره. فهمتك. عندي واحد السؤال اخر، هو شنو خلاك تخدم مع الخليج وما ما كتخدمش في المغرب؟ انا خدمت في المغرب للامانه، انا خدمت في المغرب اوكي، انا نجيك صريح وصراحه الله نجيك صريح، ماشي زعما المغرب خدمت فيه عامين تقريبا وحبست فيه. انا نقول لك علاش، انا الراي ديالي الشخصي وماشي بالضروره هذا لا علاقه له بالبيزنس، راه شخصي. انا خدمت في الخليج من 2011، ماشي في التجاره الالكترونيه، انا خدمت فيه مع خدمت في كاجونس د السوشيال ميديا، كنديروا هادشي ديال اداره الشبكات الاجتماعيه، القنوات التلفزيونيه، الحكومات، الوزارات، الفنانين، الرياضيين، الاعلاميين، بصفه عامه المشاهير على مستوى الشبكات الاجتماعيه. دونك انا من 2011 وانا في الخليج، يعني راه كنت واحد الاكسبيريونس تما، عارف الناس كنسافر ديما للخليج، عندي صحابي خوالجا كنجلس معاهم، عارف شنو هي اش كيشريو وشنو ما كيشريو، فهمتيني كيفاش نقدر نمشيهم في الاعلانات، عارف شنو كيعجبهم وشنو ما كيعجبهمش. يعني بحال قلت عندي واحد 4 سنين 5 سنين ديال الاكسبيريونس، ملي جيت 2015 نبدا التجاره تما ما وحلتش في هذا الشيء، كنقول لكم بحال 4 سنين وانا كنقرا. ملي جيت للمغرب 2017 انا جيت للمغرب خدمت فيه، ماشي ما خدمتش فيه 2017، خدمت فيه التجاره الالكترونيه في المغرب. ولكن انا رايي الشخصي كنقول ملي كنجي كنحط 10000 درهم كنانفيستيها في المغرب مثلا غترجع ليا 2000 درهم ديال الربح، اوكي هاد 10000 درهم الى حطيتها في الخليج غترد ليا 10000 درهم اخرى. يعني ولكن هذا رايي الشخصي الاخوان، راه المغرب واعر، انا ماشي كنقول لكم زعما راه كلشي لا، ولكن انا في البوزيسيون ديالي، انا راه ماشي ولد البارح، انا ماشي يلاه جيت نتعلم، انا راه من 2006 وانا في الدومين اونلاين ماركتينغ بصفه عامه. دونك انا بحال قلتي لي ما غاديش يقنعني باقي شويه، نجيك صريح زعما راه قلتي كنهضر معاك بصراحه في هذا الجواب، يعني انا ما غاديش يقنعني باقي شويه. يعني ملي كتقول لي محمد اجي عندك 10 درهم تحطها في المغرب ولا تعطيك 11 درهم، تحطها في الخليج تعطيك 15 درهم، انا نقول لك نحطها في الخليج. ولكن هذا الشيء ماشي من ولكن راه ماشي من نهار الاول غدير هذا الشيء، راه من نهار الاول سير للمغرب سير اللي قدرتي ما سوقيش. ولكن ملي كتخدم في الدوله ا بي سي دي بحال شي واحد عنده قهوه، عنده السلام، عنده في كادير، عنده في كازا، عنده في الرباط، يقول لك ودي راه ديك القهوه اللي عندي في الرباط وكازا مشيه، ولكن ديال اكادير شويه مرة لفر غيسدها، ها هي هذه التجاره يعني. فهمتيني؟ فهمتك. في المغرب صعيب قال لك واحد في المغرب صعيب تطلع بديك السرعه ديال الخليج. هو دابا ما بغيتش نكذب صراحه، انا كتعرفوني صريح معاكم، نقدر نقول لك نقدر نقول لك في المغرب في التجاره الالكترونيه في المغرب صعيب تطلع ديك الطلعه اللي غتطلع في الخليج. انا نقول لك دابا الا انت فيك هاد المقومات كامل ديال البيزنس مان وخدمتي عام في الخليج وخدمتي عام في المغرب، ثق بيا ان في لافان العام غادي لي ريزولتا لا علاقه، مش الخليج راه حتى في اسيا حتى في افريقيا. انا نقول لكم راه عندي صحابي خدامين في اثيوبيا في كينيا في السنغال وكيديروا دي الشفر واعرين. اللي كتقول لي علاش راه هادوك افقر منا، ولكن راه تما بحال قلتي ما عرفت باش نشرح لك، تما كان واحد لامارج بينيفيسير نيه. انا عندك غير اكزومبل من بين المشاكل ديال المغرب غيشتي عندك 100 واحد غاتليبري لهم السلعه، 50 واحد غيشدها 50 ما غيشدهاش، يسد عليك التليفون ما يجاوبش شحال من واش فراسكم في الافريك الناس معقولين، كيشري عندك 100 واحد ديك 100 قال لك هي بغيتها جيبها ليا كتمشي عنده 90 واحد غتعطيها لي، فهمتي الفكره؟ يعني ماشي كيستون دوله غنيه دوله فقيره، هو كيستون بنادم، حنا فينا مشكل من نبدا، حنا كتكوموندي
كيجي عندك الواحد كيتسناكل تحت ديال الدار ولا ديال العماره كيصوني ليك كتقطع عليه. اخويا من الاول قول ليه لا حنا حشومه تخسخو مسكين يجي في الشتاء ولا في السخونيه ولا فهمتيني. يعني المغرب هذا هو انا اللي ما عجبنيش. ثانيا في المغرب اللي ما عجبنيش وكنقولوا بصراحه ما كايناش شركات الشيبينغ. انا نقول لكم المغرب مشكلته ماشي مشكل غير بنادم، كاين مشكل بنادم وكاين مشكل ديال الشيبينغ. المغرب ما فيه شركات الشيبينغ بمعايير التجاره الالكترونيه. وعاود ثاني غدا ان شاء الله عيطوا لي عاود ثاني شركات الشيبينغ. صحابي صحاب الشركه يقول لي اخويا ما تقولش هاد الهضره، انا غنقول هاد الهضره باش هما يتحركوا باش هما يديروا شي حاجه. لان انا عارف انه باقي ستارت اب داكشي صغير، ولكن ملي كتقول لي الخليج انا بروفيسيونيل، انا واحد محترف، واحد عنده 10 سنين في الدومين. انا غير ما غنصبرش شركه غير كديباني ربما انت كمبتدئ غتصبر ليها كتعلم فيك وكتعلم فيها. انا لا، انا خدمت مع شركات دوليه انترناسيونال، ما غاديش تقنعني تقول لي اجي خدم مع شركه مع ليبرول. انا نعطيك غير اكزومبل. وي فهمتك. كيف انجزوا حمله اعلانيه في فيسبوك ادز؟ غير تدخل فيسبوك ادز غير دير الحمله الاعلانيه هذه. هذا اخويا صعيب نشرح عليك بالهضره. ادخل لجوجل ولا اليوتيوب دير وتكتب هذا الكلمه كيف اقوم بحمله اعلانيه في الفيسبوك. غير يعطيك فيديو من اتل زيد. واحد قال لك واش نقدر نبدا واخا ما عنديش لاكارت نصيب. شوف انا نجاوبو انا تلاقيت بناس 2016 وتلاقيت بناس صغار كيخدموا هذا الشيء. غيبدا اوكي كلشي غادي يخدم بسميه ديال باه ولا مو ولا خوه ولا اختو. عارف الناس دابا بداو يلا وصلوا 18 عام راه ممكن اخويا. اسمح لي اوكي يعني عادي غتبدا، ولكن واش انت عندك اللي يعطيك كارت بنكير ديالو اللي غيعطيك حساب بنكي ديالو باش تخدم به؟ اما غتبدا عادي جدا. سؤال اخر، كيفاش نقدر نستافد من شركه الترويد توريد؟ ما فهمت السؤال. انا ما فهمتش. اسمحي لي القطع. تفضلي هذا السؤال غير واحد سؤال انا غنقيدو غير تفضلي. واش يمكن لينا نتقداو مثلا 100 كوموند من عند شي من عند شي جمال وقيلا جمال ياك جمله من علي اكسبريس؟ واش يقدر يتكلف هو بالتوصيل بلا حتى مشكل؟ ممكن تعاودي السؤال ما فهمتش. حيت كاين واحد الكلمه خربقات لي هادشي كامل. خويا واش يمكن لينا تفضلي. قال لك واش يمكن لينا نتقداو مثلا 100 كوموند من عند شي جمال من علي اكسبريس؟ واش يقدر يتكلف هو بتوصيل بلا خدمه بلا مشكل؟ هادشي هو اللي غيجاوبك ماشي انا. كاين اللي كيعطيو هاد الاوبشن ولا لا؟ دابا هو منك لي. اوكي شنو هما المنتجات اللي تقدر تنصحنا بها كبدايه؟ حتى وحده. دابا نكون صريح عاوتاني، راه هذا ماشي السؤال. هذا كما قلنا راه انت اللي خصك تجاوب على هذا السؤال. انا خويا فين غتبيع؟ واش في الدوار ديالك؟ واش في الدرب ديالك؟ واش في مدينتك؟ واش في الدوات ديالك؟ واش في دوله اخرى؟ راه ما يمكنش نجاوبك على هذا السؤال وانا ما عارفش فين غتبيع. شنو النصائح اللي تقدر تنصح بها اللي خدام في التجاره الالكترونيه؟ وشنو اضافه اللي نقدر نزيدوها في التجاره؟ السؤال ما واضحش. مهم ما عرفتش علاش كيعقد الامور. كيفاش نتعامل مع الملكيه ديال المنتوج في دروب شوبينغ؟ باش غادي نتعامل مع الملكيه ما فهمتش. الا كيقصد البراند ديالو هو خصو يسجلها بسميتو. اللي كنت غير صبر معاهم. شوف انا قبيله سمعت واحد السؤال الا سمحتي لي، قال لك
في ديال عدم العمل في زمن كورونا مش كتشوف المستقبل. دابا هذا هو المشكل، علاش انت ما خدامش في زمن كورونا؟ دابا هذا الشيء اللي حنا كنغوتوا عليه. انا قلتو شهر هادي راه ملي بدا الحظر الصحي درت لايف، ملي بدا الحظر الصحي درت لايف قلت للدراري ما تحبسوش، الناس اللي خدام ما يحبسوش. وكاين اللي طلع قال لي لا دابا انت مقيد الدراري راه غيخسروا، ودابا راه وصلوا ليها، لان بحال قلتي لي انت لاكتيفيتي ديالك ما تحبساتش، يعني ما قالت لك الدوله سد ما والو، يعني انت كتجاره الكترونيه كتبيع في المغرب كتبيع في الخليج كتبيع في افريقيا كتبيع في ما بغيت تبيع تبيع. علاش حبس؟ علاش حبستي؟ ما عرفتش. وقلنا ما تحبسوش، لان يعني انت عند بالهم انه غير حبس داكشي واحد 15 يوم غير رجع. وانا قلتها لكم قلت لكم هذا الشيء ما غيرجعش الا بعد المينيموم 6 شهور. الا كتسنى هذا الحظر الصحي وهذا الشيء سالي في نهار ويومين، راه الدراري صحابي داك النهار قلت لهم راه كورونا ماشي ضيف جا عندنا باش النهار 20 ماي يصطكوا ويخرج، راه ماشي ضيف، راه هادشي الله اعلم، راه ممكن هادشي يمشي شهرين ممكن يمشي 3 شهور ممكن يمشي 6 شهور. راه الا حطوا بعض الدول، بعض الدول من بينهم المملكه العربيه السعوديه، قلت لهم الطياره المدنيه يعني الطيارات ديالهم راه ما غير رجعوش حتى 12 ديال 2020، يعني بحال قلت لك 2020 صافي سدوا في سدوا عليه الريدو على مستوى على مستوى الطياره المدنيه او الطيران السياحي كما كتسمى. دونك انت باش تحبس راه هذا مشكل. اولا قبل كل شيء غنكون معك امين وصريح، البيع انا اللي شفت في هاد كورونا ما عمرني شفته في حياتي، وراه حتى السيمو يلاه بارطاجا هاد الايامات كيقول هاد الهضره، وعشان الناس اللي كيطبقوا باش الناس غير اللي كيدويو، يعني راه البيع الاخوه اللي كاين في التجاره الالكترونيه حاليا راه ما عمره كان في شي بلاصه اخرى، وما انا شخصيا 14 عام في الضمن ما عمرني شفتو. تقول لي علاش؟ لان الناس كامل في ديورهم والناس كامل جالسين، والنافذه الوحيده ديالهم مع العالم هي هاد المشقوف، هي هاد الانترنت وهاد البيسي وهاد التليفون. دونك انت ولا عندك العالم كامل مفتوح عليك، وانت مشديتي مشيتي نعستي كتفرج ليا في التفاهات. دونك هذا اخويا وقت الخدمه تجاكتوني ما تحبساتش حتى شي دوله في العالم ما تحبسات فيها، خصوصا انا داكشي اللي كنفهم فيه، انا اتكلم فيما افهم، يعني التجاره الالكترونيه سيرتو بنظام السعودي ما تحبس. الا شفتي الاستثناءات اللي كانوا على الحظر من بين الناس اللي ما استثناهم الحظر في المغرب ولا حتى في الخليج ولا في جميع الدول، هو ما يسمى بالتوصيل، ما قالوش لك اللي ليفرو ما خدامينش، بالعكس قال لك يسدوا المطاعم ويسدوا السناك داكشي، ولكن مع الاحتفاظ بالاوبسيون ديال التوصيل. ولكن اسمح لي، ولكن اسمح لي السلعه ما غنجيبوها دابا. ملي كتسولوا لي هذا السؤال بحال كتقولوا لي دابا راه المغرب ما فيه السلعه، يعني دابا الا دخلت لدارك ولا جيتي عندي لداري ولا دخلنا للدار هادو ما فيه والو في الثلاجه، خاوي الثلاجه ما كناكلوش دابا حنا ما كنشربوش. دابا ملي كتقول لي السلعه ما كايناش، لان كيما قلت لك قبيله في اللول ملي سولت قلت لك اجيني انا وياك نتحاوروا، حيت انت في دماغك تبيع المكانه مثلا، انت في دماغك تبيع ديك السبله ضد الظهر، دابا انت بحال مزوج بديك السبله ضد الظهر، يعني انت دابا داك البرودوي اللي في دماغك بحال مزوج به خص ما غاتفرقش به، يعني بحال قلتي لي هذا البرودوي هو اللي غنبيع وربي كبير وراه طارت معزه كما كيقولوا. لا خويا راه دابا حاليا ماشي ديال السنطه، وما كاينش اللي واخا تلقى الجمايلي ما كاينش دابا اللي غاشري ديك السنطه، وما كاينش غاشري داكشي. الناس دابا مدابزين مع الاساسيات، الناس دابا كيبيعوا في الخضره، الناس دابا كيبيعوا في المواد الاساسيه في الشباكيه في سليلو يعني انت استغل هذه الفرصه. اش قلت لك قبيله؟ قلت لك اودي راه كاين خصوصيات ديال البيع في الدوله اللي هي كتعلق بالفتره الزمنيه وبالاحوال وبالتركيبه الاجتماعيه وبالازمات وشحال من حاجه. دابا كورونا هادي، واش دابا كورونا الناس غيشريو دابا ما عرفتش. دابا نقول لك غير اكزومبل، دابا الناس اللي كيبيعوا لي زاكسيسوار ديال الطوموبيلات، اوكي، واش دابا الناس كيركبوا الطوموبيلات؟ لا، يعني الا كاع كتبيع الا كاع كاين البيع غير خفض بواحد 90%، حيت كلشي حاط طوموبيلته وجالس في دارو. وكيما كتقول لي تقضية ديال الخضرة باغ اكزومبل، هذا مثال باش تفهموا. وغير دابا راه التود ما كرهش يجلس في دارو باش ما يعرض راسو وعائلته للخطر، ما كرهش انه يدوز كومود وتجي الخضرة تلبى بالدار،
القفه كامل تجي. ملي كتقول ملي كتقولوا لي فين غنلقى برودوي، لانكم نتوما كتقلبوا في البلاصه بحال قلتي مشيتي للواد وكتقلب فيه على الدلفي. الواد كاع غتلقى فيه داك الحوت ديال الواد، فهمتيني؟ يعني هذه ماشي بلاصتو، التجاره هي هذه، داكشي اللي خدام قبل الازمه اما تحاولوش تبيعوا لي دابا، راه ما يمكنش. كاين واحد السؤال اخر، شنو هما المراحل باش نقاد البراند ديال المنتجات الصحيه؟ الصحيه هنا سمح لي ما كانش في هذا الدومين، ولكن نعرف معلومه واحده، باش تبيع منتجات صحيه خصك ترخيص من وزاره الصحه. يعني ممكن انت تبيع واحد البرودوي صحي او طبي وبلا موافقه ديال خص تكون لابوراتوار، كاين بزاف هذيك ديال هذاك شنو تسمى ديك لي ماسك، قبل لك غير ماسك عادي هذاك راه خصو موافقه ديال وزاره الصحه وشي فيه شحال من حاجه، فما ادراك بمنتج طبي. وي بغيت نسولك، واش السلع في ظل هذه الازمه هذه واش تزادت الاسعار ديالهم؟ السؤال السلع في ظل هذه الازمه هذه واش تزادت الاسعار ديالها؟ عندك هو واش السلع تزادت الاسعار ديالها؟ في الجمله ولا في البيع؟ يعني في الشراء ولا في البيع؟ في البيع. لا انا غنحكم لك انا غنجاوبك بسميتو بالاكسبيرينس ديالنا. هو الاو في او الثمن حنا باش كنبيعوه هو باقي باش كنبيعوه، ولان الثمن باش كنشريوه هو تقريبا هو باقي نفس الثمن باش كنشريوه، ملي كيكون شي تغيير طفيف هنا كنزيدوه هنا، يعني ما كاينش حتى شي حاجه تغيير كبير. فهمتك. واش دابا شي واحد الا بغى يبدا واش تنصحو يبدا في هاد هاد لا بيريود هادي ديال الحج؟ هو دابا غنقول لك عليه، دابا انا غادي نبسطها باش الاخوان توصلهم الفكره بشي حاجه كيفهموا فيها. دابا مثلا عندنا واحد السيكتور، دابا عندنا واحد السيكتور في الدرب فيه جوج بقاله، جوج حوال ديال البقال ديال المواد الغذائيه الاساسيه، وواحد المر وجا العيد الكبير او جا واحد الفتره شدو، وانت اصلا بغيت تبدا بغيت دير طبقات في داك السيكتور، واش احسن وقت تبدا فيه؟ واش ملي كانوا سادين ولا ملي كانوا حالين؟ ملي كانوا سادين. ملي كانوا حالين ما صعيب تبدا. نقول لك علاش، حيت دابا انت يا كتقضي عندي انا ومحمد مول الحانوت كتقضي عندي انا، ملي غادي يحل ابراهيم حدايا ملي غتخرجي انت من الدار غتجي عندي ديكت انا، حيت موالف كتقضي عندي ولكن افترض انا مسدود وابراهيم حل يلا حل محل جديد، ملي غتخرجي انت راه بزز عليك تمشي عند ابراهيم، وممكن تلقى عند ابراهيم واحد تلبس مزيان، واحد تلقى عنده واحد السلعه نقيه تلقى عنده، ملي كاع انا نرجع نحل تقول واه صاحبي هذا ماشي مول الحانوت، واش ملي محتاجينه في العيد الكبير كاع ما لقيناه. واش كتلقى بزاف المدن الكبرى ديما كيبقاو في ديل ذاك مول الحانوت اللي كيبقى في ديك الازمه ديال العيد الكبير، ملي كلشي كيخوي كازا كيجي السوس كيكون واحد مول الحانوت بقى ولا جوج، كتلقى هو ديما اللي كيجمع الحصيصه. يعني احسن وقت هو تبدا هو دابا، لان دابا المنافسه قليله. راه بارجت مع الاخوان الناس اللي كيكونوا في الادز، كنا كنجيبوا مبيعات ب 5 دولار 6 دولار، واللي الا كنجيبوها بدرهم وجوج دراهم، يعني تخيل ولدي كنت كتجيب مبيعات 50 درهم 40 درهم مغربيه، ولدي كتجيبها ب 5 دراهم و 3 دراهم و 4 دراهم. علاش هذا الشيء؟ لان الناس اللي خايفين، حيت دابا البيزنيس فيه جوج انواع الناس، فيه الخوافه وفيه الزعيميه. هذا في اي بيزنيس، ماشي الناس اللي كيبيعوا البيض، الناس اللي كيبيعوا الدجاج ديما كاين داك مول القلب الصحيح وكاين داك مول الخواف. داك اللي عنده داك القلب الخواف كيبان ليه غير شي حاجه ماشي هي هذيك، كيقول لا اللهم نمشي ولا نخسر، وكاين هذاك اللي كيزعم هو اللي كيدير باقي كل شيء. دابا شوقع ملي بدات كورونا نقدر نقول لك 90% ديال الناس خافوا، قال لك الله اعلم اش غيوقع، اش دار الدراري ستو في المغرب، انا كنعرفهم وكنهضر معاهم، خدا سد البيرو جميع الموظفين اللي عنده 10 20 قال لهم تسريح، قال لهم الله يعاون. علاش هو علاش كيفاش قراها؟ قال لك انا دابا هادو غادي
الا قلت لهم راه باقي خدامين ولا غنرجعوا نخدموا خصني نخلصهم الشريه ديالهم كل شهر وهذه وهذه. يعني هو كيفكر بواحد الجانب مادي محض. هو عنده واحد 5 مليون مغربيه ديال اللي صالير في الشهر. قال لهم الله يعاون. يجي واحد زعيري بحالي انا نقول لهم الدراري شحال انتم عندكم لي صالير 10 مليون انا غادي الله غادي يفكى وبقى خدام. يعني هذاك اللي سد دابا راه مشى. والناس اللي في اللود كورونا سد صافي مشى صعيب يبدا باقي ملي ترجع كورونا الا بغى يبدا ازيرو. ولكن هذاك اللي بقى حل ما عنده مشكل. دابا هي كورونا دابا مستمره معنا دوزنا شهر غندوز لو ما زادوش شهر الثاني وثقي بيا غادي يزيدو الثاني والثالث لا قدر الله. وكنتمنوا هذا الشيء ما يوقع وكاع ما يزيدو الحظر الصحي. راه ماشي كيستيون ديال زادوا في الحظر الصحي ولا ما زادوش فيه. الكيستيون هو انا لي في ديال هاد لا كريز على ليكونومي. راه ثقي بيا راه ديجا هضرت عليها وهضر عليها الناس كاع اللي كيفهموا اكثر مني في البيزنس وفي ليكونومي وفي الفلوس ان العالم ما غاديش يرجع كما كان. تعرفي ان 80% ولا 70% من المقاولات الصغرى اللي غير كيديبانيو راه مشاو فيها صعيب يرجعوا لان دوك التكاليف ديال التشغيل تبدا عاوتاني ديك الشركه تبدا عاوتاني صعيب كلشي غادي يبدا عاوتاني ازيرو. يعني انت فوتي على راسك واحد المناسبه باش تبقى انت غادي مزيان سديتي وملي كتسد باش تجي تحل صعيب لان تكاليف التشغيل يعني غتبدا عاوتاني وغتبدا بحال واحد مبتدئ بحال يعني في نهايه ديال الفيلم غتولي انت اللي كانت عندك شركه وكان عندك موظفين وكان عندك بيزنس غتقد في النيفو بحال واحد يلاه عارف الدومين اللي بعته بغى يبدا اليوم. وي فهمتك. واحد السؤال تعاود شحال مره قال لك شنو هي المنصه اللي كتخدم بها؟ كنخدم انا كنخدم شوبيفاي دابا كنخدم بيوكان جيكم مصاري. شنو هي الشركه اللي كتنصح بها اللي مزيانه زعما في الامارات؟ الشركه اللي مزيانه في الامارات مزيانة في فاش بالضبط؟ هذا هو السؤال. سؤال اخر هو الشحن في الصين ما بقاوش فيه مشاكل؟ الشحن في الصين ما بقاوش فيه مشاكل؟ الشحن في الصين ما بقاوش فيه مشاكل. شوف نقول لك 70% ما بقاوش فيه مشاكل. يعني دابا في الصين نقدر نقول لك بحال قلتي دازوا من لاكريز ديال كورونا ولا كلشي خدام. دابا المشكل ما بقاش في الصين. الدراري كنقول لكم انا كنقول لكم الهضره ما كتعجبكمش ولكن انا كنقول لك المعقول. شوف راه ماشي كيستيون ديال الصين ما عمرك تكون تسمع غير نص المعلومه. راه هو كاع هو نفترض انت كتبيع في امريكا اوكي وكتجيب السلعه من الصين وها هي الصين خدامه كاع وكيصنعوا وكيشيبيو ايوا شكون غير راه امريكا ساده كورونا فرنسا ساده اسبانيا ساده بحال قلتي ليا راه هاد السلعه غتخرج من هاد البيت وغتدخل هاد البيت وكتسولني هاد البيت اللي غتخرج فيها واش عندها الباب محلول. ها هو كاع خرج من هاد البيت وشكون غيدخل هاد البيت الثاني واش وصلت الفكره؟ يعني راه ماشي كيستيون ديال الصين. حنا دابا كنجيبو من الصين ولكن كنجيبو للخليج. الخليج حنا ما عندناش فيه مشكل ديال الشيبين ولكن انت غديها لامريكا. امريكا دابا سد عليها اسبانيا الاوروب سد عليه تقريبا. سؤال اخر شنو هما المشاكل اللي نقدروا نلقاو مع الديوان؟ ما سمعتش شنو هما المشاكل اللي نقدروا نلقاو مع الديوان؟ شوف انا في الديوان الدراري عافاكم الله يرضي عليكم انا غنجاوبكم ما عنديش حتى شي مشكل ولكن انا راه خصكم واقعي مع راسك. راه ما عمرك انت ما عندكش بيزنس وانت كتقول لي الديوانه وعرفتي شكون اللي خصو يسولني بعدا واش ما غنلقاوش مشكل مع الديوانه اللي غادي يجيب الجمله. يعني واحد غيمشي غيشري واحد 30 مليون مينيموم 20 مليون 20 مليون سلعه من لاشين وانت مازال ما بديتي وفراس مالك 5000 درهم كتقول لي الديوانه. دابا ما فهمتش حيت شنو هو الديوانه؟ الديوانه ملي كنمشي لاشين كنجيب كونتينر نص كونتينر كنجيب واحد 10 مليون 20 مليون سلعه. وهذا السيد اللي بعدا دار هاد لاكسيون دار هاد العمليه راه فاهم الامور والديوانه خصو يمشي يشد ترونزيتير وعنده شركه بعدا اولا ديال التصدير والاستيراد ديال لامبور اكسبور. ولكن انت ما دخلت راسك شي حاجه بعيده عليك. يعني ماشي كنقول لك بعيده عليك ولكن ما عرفتش عندي مشكل انا ولا عند
تسمحوا لي تقطع اللايف كتسمعوني؟ ماشي مشكل. يعني انت مازال اخويا انت مازال كاع ما بديتي ما عندك والو كتقول لي تلقى مشكل مع الديوانات خويا. وثانيا ما كاينش مشكل مع الديوانه، كتجيب السلعه كتجيب السلعه كديوانيها وكتخلص الاجراءات ديالو. وشكون تقول لي شحال غنخلص؟ ما كاينش، انا غنجاوبك. عيط للترونزيتير ديالك، عطيه البرودوي ديالك وهو غيوريك شحال، لان كل برودوي عنده نسبه اللي كيخلص. سؤال اخر، شنو علاش اختاريتي يوكان؟ يوكان 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 مش حيت ديال صاحبي، باش غير نتفاهموا، كيما كيقول لي كيقول لي راه حيت ديال صاحبي. لا، يوكان اختاريتها لان اخف الضررين. انا نعطيكم مثال، دابا انا في السعودي ملي كنبيعوا بنظام الضرب على الاستلام، شنو اللي كيهمني ناخذه؟ كيهمني الكليان يعطيني سميتو والتليفون ومدينته. اوكي، شوبيفي ما فيش هادشي. شوبيفي خصك تعطي لي ايميل وتعطي لي مجموعه، يعني ما كنتحكمش في ذاك تشيك اوت فورم، يعني ذاك تشيك اوت بيج ما كنتحكمش فيها. العكس ديال العكس ديال يوكان يوكان، نقدر نقول لي اعطيني غير 600 والتليفون والمدينه، يعني كنسهل على الكليان يدوز له لوبيراسيون. كما كتعرفوا الاخوان جا معكازين، تقول لي عمر لي 7 8 ديال لي فورم باش دوز لو كوموند، كيعجز. انا عندي لك واحد السؤال، واش ضروري يكون عندك واحد سجل تجاري باش تبدا في لي كوميرس؟ فين بيد بدا؟ سي او دي مثلا، هذا هو السؤال دابا. راه فين؟ هذا هو دابا علاش انا كنقول ديما كنسول هاد الكيستيون. انا ما كنبغيش غير نجاوب هكا كنقول لك انا جاوبتك، راه كنبغي نجاوبك والناس يفهموا الفيلم كي طاير. ملي كتقول لي بغيت نبيع مثلا في الخليج، لا ما محتاجوش، ولكن باش تجمع غير جوج الناس في واحد البلاصه يخدموا فيها خصك اطار قانوني، يعني خصك شركه، خصك الار سي، يعني باش تجمع غير انت وشي دري وشي جبنات باش لا كونفيرماسيون، يعني واحد غير تجمع واحد تيم، ما يمكن تجمعهم في بارتمان، ما يمكن تجمعهم في الزنقه، راه غتجمعهم في شي بيرو وتجمعهم في شي في هذه البلاصه، خصك اطار قانوني ديال شركه. تفضلي. في المغرب واش كتحتاج للسجل التجاري؟ غتحتاج للسجل التجاري ماشي بالضروره باش دير التجاره، ولكن باش تجمع الفرقه، باش تجمع الموظفين في شي بلاصه. وي فهمت. شي سؤال اخر الاخوان؟ راه قريبه تكمل ساعه، دونك واش شحال بقى؟ شنو بان لك؟ شنو بان لك بلاتي؟ كاين واحد السؤال، كيفاش تقاد التيم؟ كيفاش تقاد التيم؟ التيم انا عارف واش كيقصد به، يعني كيفاش تقاد الفرقه ديالك او الموظفين ديالك. خويا ما كاينش هاد الشيء عاد سميتها كيفاش تقاد التيم. انا نعطيك اكزومبل، دابا انت غدير قهوه، واش ممكن تجي عندي تقول لي كيفاش غنقاد الفرقه؟ لا، انت غدير قهوه خصك بارمان، خصك سيرفي، خصك لي غسل المواعن، خصك لي طيب، صافي. دابا واش دابا ملي جاوبتك على هذا السؤال قد شي حاجه من دماغي؟ راه داكشي اللي خاصك تجيب موظف ديالو، يعني راه الدراري راه قدو شويه الدماغ راه غتجاوب على كيسيون. ملي غدير مثلا تبيع الحوايج محل الحوايج، خصك اللي يست في الحوايج وخصك اللي يبيع الناس، يعني راه الفرقه او الموظفين كنجيبوهم بناء على الاحتياجات اللي محتاج البيزنس ديالك. أوي. انا عندي واحد السؤال اللي ديما كنسول راسي، احنا عارفين بلي كاينين بزاف ديال ليكول بريفي اللي باش تعلم لهم مثلا غير التجاره الالكترونيه كتخلص فيهم 8 مليون او لا. اللايف غيكمل غيسالي دابا، نعاودوا اللايف اخر ولا؟ ما عندي مشكل، غير واحد نص ساعه باقي ولا ربع ساعه، ماشي مشكل. سيبو نعاودوا اللايف. اوكي alors